بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة تعالج مشكلة أذبح بسك ليلة عرسك. القصة ظريفة جدا. العريس فاجأته العروسة، جاءت ببسها، كان عندها بس معاها ليلة الدخل. طبعا فوجئ العريس، هي معاها بس وهو معاه بس، فقال لها أنا أذبح بسك ما لم تذبح بس، أو ألحس بسك ما لم تلحس بس. يخرج من الموقف. القصيدة ملحنة بتتي تيتي تاتا، يعني حرف تي بالإنجليزي تي تي وبالعربي تاتا، وهذا مشروع سميناه توب اللي هو Translation of Arabic فوق توب. إن شاء الله سيكون ديوان، عندنا قصائد كثيرة، وتابعوني.